من لندن هاري كولفن المدير وكيب الاقتصاديين لدى لونج فيو ايكونومكس. هاري اهلا وسهلا فيك معنا. ما هي النظره الطويله الامد اذا الان على هذا على الاقتصاد الامريكي بالنظر لانه الان نحن على امباس او نحن على مفترق طرق بقضيه سقف الدين؟ هل كما ذكر زميل هشام بان هذا شيء دوري ولابد الحل موجود من ضمنه وهذه كلها يمكن بوستشرينج مثل ما بيقولوا او مواقف سياسيه يتم اتخاذها الى ان تصل لحد كسر العظم ومن ثم يتبلور الحل؟ هذا صحيح، رأينا هذا الأمر يحصل عدة مرات في السنوات القليلة الماضية حيث كنا أمام استعراض للعضلات السياسية قبيل المولانيائية ثم يرفع سقف الدين في نهاية المطاف. السؤال هو ما هو المسار الذي سيوصلنا إلى الحل؟ هل الحل سيكون سريعا أم سيمتد إلى ما بعد الأول من يونيو وسنكون أمام إغلاق للجهات الحكومية وقد نرى بعض الضغط في الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية من أجل إجبار الأطراف على التوصل إلى حل، وهذا الأمر حصل في السابق أصلا. طب لننظر إلى التداعيات الاقتصادية لكل هذين السيناريوهين، إذا ما تم حل الأزمة أو إذا لم يتم حل الأزمة ونفذت الفلوس بالأول من يونيو، ما هي التداعيات على الاقتصاد الأمريكي؟ نحن طبعا ببيئة نقول بأنه فوائد وصلت إلى قمتها، قد يكون هناك الآن توجه لدى الفيدرالي الأمريكي بوقف عمليات التشديد السياسة، هل سيكون هناك مجال لتفعيل سياسات مالية في حال دخل الاقتصاد الأمريكي بمرحلة الركود أو الستاغفليشن؟ ضمن السيناريو الأول الذي لا يكون فيه اتفاق وتنفد الأموال في أمريكا في الأول من يونيو وإذا أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها كما حصل في السابق، هذا الإغلاق سيكون مؤقتا والأسواق ستسجل حركة كبيرة وسنرى ضغطا كبيرا في الأسواق المالية، وهذا الأمر سيجبر صناع السياسات على التوصل إلى الاتفاق وفتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين. هذا هو السيناريو المحتمل إذا نفدت الأموال الحكومية، وهذا السيناريو حصل في العقد الماضي وحصل في السابق وبرأيي قد يحصل مجددا هذه المرة أيضا، لكن النقطة الأساسية هي أن الإغلاق هذا سيكون مؤقتا وصناع السياسات في النهاية سيجلسون إلى المائدة ويتخذون قرارا، وعندما نرى هذا الضغط في السوق وهذا الضغط عليهم للتوصل إلى اتفاق، إذا حصل الإغلاق سيكون مؤقتا. السيناريو الآخر بطبيعة الحال هو التوصل إلى قرار قبل المهلة النهائية. بالنسبة للتأثير على الاقتصاد في كلا الحالتين سيكون بحدوده الدنيا، ربما سنرى ضغطا في السوق أكثر من أي شيء آخر، وهذا الضغط قد يؤدي إلى تشديد في الظروف المالية وهذا سيؤدي إلى تضييق في الإقراض وسيكون الضغط على الاقتصاد ضمن هذا السيناريو إذا أغلقت الحكومة أبوابها ولو مؤقتا. يمكن كحالة منفصلة ممكن أن نأخذها بهالطريقة البراغماتية هيدي، لكن أيضا نحن الآن ببيئة تحدث كذلك عن ضغط بسوق الائتمان، سوق الائتمان نتيجة المشاكل التي تعاني منها البنوك الإقليمية، فهذا هيدي واحدة فوق الثانية ستتفاقم مشكلة توفر الائتمان. نحن وسط أزمة ائتمانية وهناك ذعر بخصوص البنوك. المسؤولون قالوا في مارس إننا كنا أمام مشكلة في بنك واحد تعرض لإدارة سيئة، لكن هناك على ما يبدو مئات البنوك التي لديها انكشاف مشابه لما نراه في SVB وهناك بنكان أفلسا منذ أن قال صناع السياسات هذا الكلام. هناك مشكلة في القطاع المصرفي
وترك البنوك تواصل طريقها إلى الأصول ذات العوائد العالية، وهذا الاستنزاف للودائع وخروج الأموال من البنوك، هذا الأمر يتسبب بتشديد في ظروف الإقراض وشحف السيولة، وهذا سيؤدي إلى تباطؤ كبير في الإقراض، وقد يكون هناك انكماش في نمو الائتمان في أمريكا. أتساءل عن موقف وكالات التأمين، وكالات التقييم الائتماني، هل تنتظر هذه الوكالات لأن ترى إذا ما كان بالفعل هذا موضوع التخلف عن الديون الأمريكية وقتي، هل تقوم تتخذ بالفعل خطوات لخفض التقييم الائتماني للدين الأمريكي؟ وكالات التصنيف الائتماني دائما متأخرة ولا تستبق الأحداث، ونادرا ما تستبق الأحداث، وعادة ما تتجاوب مع الأحداث الائتمانية بعد حصولها. السيناريو الأساسي بالنسبة لها هو أن الإقراض إلى الحكومة الأمريكية، الحكومة الأمريكية لديها تصنيف مرتفع وربما هم محقون في هذا التصنيف، وبرأيهم لن يدخلوا أي تغيير إلا بعد الإعلان عن التخلف عن السداد رسميا. ذكرت بأنه نحن في وسط بالفعل أزمة ائتمان الآن، إن مدلوا في كريدت كرانش، كما ذكرت أمس كنا سمعنا بأنه عدد من الشركات الأمريكية الكبرى تتوجه إلى الأسواق لإصدار سندات بمقدار 35 مليار دولار، ما هي حظوظها إذن من إيجاد هذا التمويل في السوق؟ دائما هناك أموال متاحة بالتسعير المناسب، هذه المشكلة بالنسبة للبنوك، لأن إذا أرادت الوصول إلى بعض هذا التمويل من الحكومة هناك برامج للسيولة لكنها باهظة الثمن والتكلفة، وبالتالي هي سوف تتلقى ضربة في هوامش أرباحها في وقت الظروف الائتمانية باتت أصعب، وفي وقت قد نرى فيه تخلفا في السداد، سداد الرهون العقارية، وتعدينا في القطاع التجاري، فالبنوك الإقليمية منكشفة بشكل كبير على القطاع العقاري التجاري، وهناك نقاط ضعف في النظام المصرفي في هذه الناحية، إذن هناك الكثير من نقاط الضعف في النظام، والمخصصات بالنسبة للقروض قد لا تكون كافية، وعلى الأغلب أنها لن تكون كافية لوقف الانكماش الكبير في الإقراض المصرفي، لذلك قد نرى انقلابا في الدورة الائتمانية وانقلابا تاليا في الدورة الاقتصادية بسبب ذلك. طيب لن أسألك إذا ما كانت بالفعل سوف يكون هناك كريدت كرانش، لكن أردت أن أسألك ولكن لو سمحت الإجابة قصيرة جدا، بأنه إذا من أين ممكن أن يأتي الحل أو الخلاص؟ الحل يجب أن يأتي من سياسة نقدية أكثر تساؤلا، والمشكلة جاءت من تشديد في السياسة النقدية، ولا بد أن يأتي الحل من عكس هذا المسار، لكن هذا الحل لا يمكن أن يظهر ما لم نكن أمام تضخم أدنى، وما لم يحصل انكماش في النشاط الاقتصادي، لذلك حتى ذلك الوقت فإن الفيدرالي سيكون وقتها فقط مستعدا لتسهيل السياسة النقدية. نحن هنا نتحدث عن نهاية دورة اقتصادية والقواعد الكلاسيكية، الفيدرالي يشدد ويتسبب بالركود، والحل الوحيد للمشاكل في النظام المصرفي والانكماش في الاقتصاد وما سيكون معدل بطالة أعلى. الحل الحقيقي الوحيد لكل ذلك هو استجابة عبر السياسات، وهذا الأمر يشمل فائدة أدنى بكثير وبعض الطباعة للأموال واستجابة مالية، هذه هي الحلول للمشاكل القائمة اليوم. هاري كولفن، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.